وشوف قتلنا لاحظ صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب شوف تيفي مباشرة معكم من سوق الجملة للدواجن. يعني نخليكم مع سوق أثمنة ديال الدجاج شحال وصل اليوم مع أحد البائعين وأحد بائعين الدواجن، يعني غيعطينا الثمن ديال شحال وصل السوق هنايا. صباح الخير. صباح الخير. معنا احد بائعين الدواجن اللي غيحكي لنا التفاصيل ديال الثمن ديال الدجاج يوم احد، زعما الثمن ديال صباح يوم احد. تفضل. السلام عليكم. شحال وصل الدجاج هاد الصباح؟ الدجاج اخويا 20 درهم. 20 درهم الرومي؟ اه. بلدي كاينه 70 درهم 75 درهم. 75 درهم. ولا زعما احكي لنا على علاش هادشي زعما غالي وما بغاش يهبط في الثمن، واش السبب؟ هادشي الاسباب ديالو هي الاعلاف دابا طالعه، الاعلاف طالعه، الاعلاف وعاود زياده على الفلوس عاوتاني تزاد هاد الاسبوع اللي كان الاسبوع الماضي، وعلاش كان هادشي دابا يعني هو التكوين ديالو الاسباب ديالو اللي يعني اللي هي سميتو هو الجفاف. الجفاف هو اللي دابا شكون اللي زعما واكل العصا وشكون اللي دابا اش غنولي كافويا اللي واكل العصا هو المستهلك هو الاول. وبالنسبه للبائعين دابا تا هما دابا مضرورين، القصور غالي، القصور عندهم غالي والمازوت غالي وداكشي تا هما راه مضرورين. البيبي شحال واصل؟ البيبي اخويا 560 ريال. 560 على الدراري 560 560 غالي شويه. ايوا دابا صحاب المحل شحال كيبيعوا دابا الدجاج؟ الحالة دابا على حسب